الإذاعة ليها مكانة خاصة جدا جدا في قلوبنا كلنا، الراديو اللي ارتبطنا بيه ولسه مرتبطين بيه في كل مناسباتنا، حتى في يومنا العادي واحنا ماشيين في الطريق دايما بيبقى هو أول حاجة بنفكر إنه نعملها، واحنا حتى في العربية إننا نشغل الراديو ونسمع ونرتبط بأصوات مذيعين ومذيعات الإذاعة بالموضوعات المختلفة اللي بيناقشوها. طبعا يعني هيفضل الراديو ليه مكانة ودور خاص جدا جدا. والنهاردة بنحتفل مع حضراتكم باليوم العالمي للإذاعة الموافق طبعا يوم 13 فبراير، وفرصة جميلة إنه كمان تنورنا ويعني نحتفي بيها سفيرة من سفيرات الإذاعة المصرية دكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب، وتحديدا يعني هي رقم 14 في رئاسة الشبكة، فاحنا سعداء جدا ان هي موجودة معانا عشان تحكي لنا عن مسيرتها ورحلتها من تقديم البرامج ومشاركة في الإذاعات الخارجية وتقديم الحفلات، ويعني كواليس كتيرة جدا هنعرفها من دكتور لمياء اللي سعداء جدا الحقيقة بوجودها معانا. منورانا يا دكتور لمياء وكل سنة وحضرتك طيب. يعني النور نوركم، وسعيدة اني اكون معاكم النهاردة واحمل لقب السفيره. لا كل سنه وحياتك طيبه يا دكتوره لمياء. يمكن اول سؤال احب اساله لحضرتك، حياتك اكيد تابعتي الفقره اللي كانت قبل كده، الشباب المصري الجميل المتحمس اللي هو بيحلم ان هو في يوم من الايام يكون مذيع. هرجع بقى بحضرتك شويه كده كام سنه لورا، اول يوم حضرتك خدتي دور المذيعه استعديتي ازاي؟ كان احساسك ايه؟ كان وقتها الجو الإذاعة عامل إيه؟ يعني أنا قبل أول يوم طلعت فيه على الهواء كان في فترة من الأمنيات زي الشباب اللي كان موجود، كان نفسي قوي أكون مذيعة راديو. اشتغلت على نفسي في ده، دخلت كلية الإعلام، اتخصصت الإذاعة والتلفزيون، كنت مجتهدة قوي في التدريب العملي أثناء الدراسة في الكلية، كنت بحاول ان انا اثقف نفسي في كل حاجه. كنت بسمع راديو كويس قوي قوي، كبار الاذاعيين والاذاعات في كل الاذاعات المصريه، يعني البرنامج العام وصوت العرب والشرق الاوسط واذاعه الشباب قبل ما تبقى الشباب والرياضه. كنت براسل الاذاعات، كنت بحاول ان انا التقي بالمذيعين اللي انا بعتبرهم يعني مثل اعلى بالنسبه لي. زي مين؟ حياتك قول لنا كده مثلا. يعني الموسل العليا بالنسبه لي الحقيقه كان مجموعه من الشخصيات، واحد من الشخصيات المرموقه قوي حتى حاليا لحد دلوقتي الاستاذ حازم طه. طبعا ده استاذنا العزيز، يعني ده انا بعتبره يعني من حببني في اني اكون مذيعه. تواصلت معاه وانا في ثانوي ورد عليا، والتقينا في المدرسه لما كان بيقدم اوائل الطلبه. كان في ايضا الاستاذ ماهر مصطفى الله يرحمه، ده كان نموذج للمذيع المجتهد جدا. يعني برضو كنت بسمعه بادمان شديد جدا. كنت بسمع اذاعه الشرق الاوسط، بالتحديد برنامج تسالي، كنت بشوف فيه ان هو البرنامج اللي بيدي المعلومه للسن اللي انا كنت فيها اللي هو 15 سنه 16 سنه، بشكل مخفف خفيف ولطيف ودمهم خفيف وبيهزروا مع بعض وهم بيقدموا، فده كان شيء جميل بالنسبه لي. كنت بسمع كل حاجه في الاذاعه، يعني نشره الاخبار، الاغنيات، اشوفهم بيقدموا ازاي. حياتك فاكره اول يوم هوا؟ طبعا يوم 28 احكي لنا. 28 ابريل 1985 الساعه 11 و3 دقائق بالليل. حضرتك قلت ايه بقى؟ قلت صوت العرب من القاهره، نستمع الان الى فريد الاطرش يغني من الحانه وياك. دي كانت اول اغنيه قدمتها فعلا على الهواء. طبعا كنت مرعوبه وقلبي في رجليا، ورغم ان احنا اتدربنا لمده سنه، يعني اول يوم هوا ده يا دكتوره لانيا دايما بيبقى مختلف واحساسه مختلف ايا كان قبله ايه فتره التدريب. طبعا اكيد يعني كان بيقولوا لنا زمايلنا الاكبر مننا كانوا يقولوا لنا انتوا لما يتفتح الميكروفون قدامكم هتحسوا ان انتوا عايزين تطلعوا تجروا بره. فعلا ده بيبقى احساس، رغم ان احنا متدربين وقعدنا في استوديو التدريب وقلنا ده عشرات ومئات المرات على مدار شهور طويله، لكن الهوا الحقيقي الهوا ملوش دواء زي ما بيقولوا. بيبقى مرعب طبعا. حضرتك حصل لك مثلا موقف اتحطيتي في موقف ان ارتبكتي، قلتي حاجه غلط، او حصلت مفاجاه؟ او مفاجاه حصلت بالظبط؟ لا طبعا في، يعني انا بعد فتره التدريب تم تصنيفي كمذيعه هوا وقارئه نشرات اخبار، اللي هو بنشتغل الشفتات على الهوا، كل في جدول
بنشتغل فترات متناوبة احنا وحظنا بقى. فاذكر بعد يعني نزولي على الهواء باقل من سنة حصلت احداث الامن المركزي سنة 86 وحصل حظر تجوال، وكنا بنبقى قاعدين في الاستوديو تجيلنا بيانات وتجيلنا توجيهات وتجيلنا تعليمات، وبنفضل قاعدين لحد ما يتفك حظر التجوال عشان نروح ونرجع تاني ونأمن الاستوديو في الفترات التالية لينا، بحيث ان يعني يبقى فيه مذيع او مذيعه موجود باستمرار. فدي كانت فتره صعبه جدا واختبار حقيقي بالنسبه لنا ولصلابتنا في ان احنا يعني نبقى فعلا قد المسؤوليه، لان مسؤوليه مذيع الهوا دي شيء صعب جدا طبعا. وبالذات في الفتره دي ما كانش فيه لا تليفونات ولا موبايل ولا يعني كنا بناخد التعليمات من أول رئيس الإذاعة عن طريق الكنترول اللي هي المراقبة المركزية. كانوا يقولوا لنا في تليفون من رئيس الإذاعة، وكان وقتها يعني أستاذنا الرائع الجميل ربنا يديله الصحة يا رب يبارك في عمره الأستاذ فهمي عمر، كان يستدعينا في غرفة المراقبة الرئيسية في الإذاعة ويقول لنا اعملوا 1 2 3 وتأمنوا إذاعة كذا. كانت الإذاعات بتقفل وبتفتح، ما كانتش 24 ساعة. ما كانتش يعني 24 ساعة. ساعة يعني إيه المصطلح؟ يعني مثلا في إذاعة الشرق الأوسط هتبتدي إرسالها الساعة 6 صباحا، إحنا بنبتدي كان صوت العرب بيبتدي 5، كان أول إذاعة عشان فروق التوقيت بين الدول العربية. فنتأكد إن مذيع الشرق الأوسط جه الساعة 6، لو ما جاش لأي سبب طبعا إحنا في حالة طوارئ إحنا نروح نفتح إذاعة الشرق الأوسط، عشان ما ينفعش إذاعة من الإذاعات طبعًا المصرية طبعا مسؤولية كبيرة طبعا. يعني دي كنا بنأمن الإذاعات. إحنا كان عندنا مثلا كان صوت العرب في إذاعة وادي النيل وإذاعة فلسطين، دي إذاعات الشبكة كنا بيبقى في توالي في الارسال بتاعنا. فكان صوت العرب يقفل الساعه 7، وادي النيل يبتدي 7 ل 8، 8 تبتدي اذاعه فلسطين من 8 ل 10، صوت العرب يرجع تاني 10. فكان المطلوب ان احنا نأمن ده لحد مذيع الساعه 10 ما يوصل، ونفضل قاعدين برده لحد الساعه 11 ده في الفتره طبعا اللي حضرتك بتتكلمي عنها اللي هي خاصه بحظر التجوال سنه 86 بالتحديد. عايزة أسأل حضرتك بقى يعني بالخبرات الكبيرة ورحلة حضرتك والمسيرة الجميلة دي، مواصفات مذيع الراديو المفروض تكون إيه، وهل اختلفت من زمان عن دلوقتي؟ يعني مواصفات مذيع الراديو يعني أولاً أول حاجة الصوت الحسن المقبول. إحنا مش بنغني يعني مش صوت جميل، لكن صوت حسن منضبط، مخارج الألفاظ تكون صحيحة، يكون الصوت واضح. بنتدرب طبعا، يعني احنا ما بدأناش كده، بنتدرب لحد ما بنوصل الى طبقة الصوت المناسبة للأداء بالنسبة لكل محطة كمان. يعني كل خدمة من خدمات الإذاعة ليها تون وسمة في الناس اللي بيشتغلوا فيها. فإحنا بنوصل من خلال التدريب للمستوى ان احنا لما نسمع الشخص اللي بيتكلم نعرف ان ده من طريقة كلامه واسلوب اداؤه ان ده اذاعة كذا. فدي اول حاجة. الحاجة التانية بعد كده الشخصية اللي هي بتكون قادرة على ان هي تستوعب. يعني في طوارئ كتيرة ممكن تحصل، انا اتعامل معاها ازاي؟ ما ينفعش ابقى شخص خفيف. يعني لو حد خفيف ممكن يطلع يجري ويسيب الاستوديو او يخاف من اي حاجة. احنا لازم نبقى ثابتين لان مش عارفين ممكن يحصل ايه امتى. فيعني لازم يكون عندنا درجه من الثبات الانفعالي واتخاذ القرار بشكل سريع جدا. ويكون اتخاذ قرار صح. بنتعلم من المواقف وبيتحكي لنا وبنعايش. يعني السنه اللي احنا اتدربنا فيها قدام الميكروفون قبل ما نطلع هوا كنا بنقعد مع الزملاء نشوفهم بيتعاملوا ازاي. يعني زي السفنجه اللي بتمتص كل الانفعالات وكل الاعدادات اللي بيعدها المذيع قبل ما يقرا نشره الاخبار، قبل ما يدخل على برنامج. وقت ما دخلنا الاذاعه ما كانش فيه برامج على الهواء الا نادرا، ومعظمها برامج اخباريه. يعني كان كله مسجل. لو البرنامج المسجل مش موجود نتصرف ازاي؟ لو حصل الشريط اتقطع نتصرف ازاي؟ يعني كان كل الحاجات دي يعني بنسجلها في عقلنا ونبقى حريصين على ان احنا نراجع ونتمم على شغلنا
قبل بداية الفترة أو في كل مرحلة من مراحل النوبة العمل اللي احنا موجودين فيها. دكتورة لمي، حياتك عندك مسيرة ثرية وغنية ومتنوعة من البرامج، يعني من العواصم العربية، الحياة، الحب والأمل، صباح الخير يا عرب وغيرها، ومعاها بقى كان في عدد من التكريمات. ولكن قبل ما نتكلم عن التكريمات، أحب برنامج إلى قلب حضرتك شخصيا كان إيه؟ له معزة خاصة كده. يعني مش هقول لك كلهم أبنائي، لكن دايما في برامج يعني إحنا بنكون مختارينها أو إحنا بنكون أصحاب فكرتها. البرامج دي يعني بتاخد مكانة خاصة، يعني بتنمي حتى يعني كل حلقة من حلقات أي برنامج بتنمي خبرتي وبتنمي ثقافتي أنا، لأن أنا بذاكر الموضوع اللي أنا بكون في الحلقة. يمكن من أحب البرامج برنامج بالعربي، لأن البرنامج مدته كانت ساعتين. ساعتين هو كان أول توك شو إذاعي. بدأنا نعمله 2011، أول 2011. بيكون في عندنا في يعني فقرات متنوعة، وبعدين بيكون في فقرة رئيسية. الفقرة الرئيسية بتكون قضية. احنا كإذاعة صوت العرب لما بنطرح قضية للنقاش في برنامج إذاعي، ليس من وجهة النظر المصرية واحدة أكيد، لكن من وجهة نظر عربية. بيكون معانا ضيوف يا إما بالحضور في الاستوديو لو كان ده متيسر بالنسبة لنا، أو بالتليفون. وكان يعني احنا مفروض عندنا شبكة علاقات وترتيبات مصادر بتكون قبل البرنامج. والإذاعة المعد هو المقدم، هو المخرج، هو كل حاجة، بيعمل كل حاجة. فيعني كنا احنا بنعمل الدور ده قبلها. مثلا الحلقة بتخلص النهاردة، حلقة الأسبوع الجاي أبتدي أجهز لها، أشوف موضوعاتها وأشوف الضيوف وأرتب معاهم، أذاكر الموضوع وأذاكر الضيف وأذاكر الموقف والحالة كلها علشان يكون النقاش في هذا الثراء. لأن البرنامج مدة مش قليلة. ولما بيكون معنا ضيوف من دول عربية، الدول العربية بيسمعونا. ولما بيكون في بث مشترك مع إذاعة أخرى من الإذاعات العربية حول نفس الموضوع، بيكون جمهورنا مضاعف. الجمهور اللي بيتابعنا على صوت العرب والجمهور اللي بيتابعنا على الإذاعة الأخرى، الجزائر، تونس، السودان، الكويت، السعودية، أي دولة أخرى بتكون معنا في البث المشترك. فيعني عشان كده برنامج بالعربي كان أقرب من أحب البرامج وأصعب البرامج، لأن بياخد وقت طويل جدا في الإعداد ونفسه طويل، عايز موضوعات كبيرة. ولكن كمان يعني خلال المسيرة دي حضرتك حصلتي على عدد من التكريمات، لو نتكلم عن برضو أهمها وأبرزها يا دكتورة لمية. يعني الحقيقة يعني الحمد لله أنا اتشرفت إن أنا حصلت على تكريمات عن برامج، وتكريمات عن أداء أو حضور في مناسبات. فيمكن الجائزة اللي أنا أخدتها كان في المهرجان الثاني للإذاعة والتلفزيون اللي كان بينظمه اتحاد الإذاعة والتلفزيون. كان الجائزة الفضية عن تحقيق إذاعي عن الانترنت. كان في وقت مبكر جدا، يعني لو قلت سنة 97. 97 فكان لسه الموضوع مجرد أحلام بالنسبة لنا، كلام نصدقه أو ما نصدقوش. فإحنا يعني عملنا هذا البرنامج، كان أنا والأستاذ عاطف كامل الله يرحمه من الأساتذة الكبار العظماء في صوت العرب. عملنا هذا التحقيق الإذاعي عن الانترنت في كل الدول العربية. كان في هذه الفترة المراسلين الإذاعيين زملائنا الأساتذة في صوت العرب كانوا بيوفدوا في جولات إلى الدول العربية. كلفنا الزملاء اللي طالعين للدول العربية إن هم يسجلوا لنا عن الإنترنت ووجوده إيه، وإدراك المسؤولين في الأجهزة المختلفة إيه هو الإنترنت. والحقيقة كتبنا مقدمة شيقة جدا إن هيبقى في مقاهي بدل ما نسمع صوت الملعقة بتقلب السكر في الشاي أو القهوة بيحتسيها الأشخاص، هيبقى في مقاهي نسمع فيها دقدقة
الأزرار على أجهزة الكمبيوتر. فكان ده تعبير لطيف جدا اللي هو كان قبل كان ما يحصل كان يبدو خيالي وقتها خيالي جدا جدا. وقلنا بقى قصة إيه هو الإنترنت ويعني إزاي موجود في الولايات المتحدة وجهاز الكمبيوتر اللي كان بيملأ أوضة على بعضها والاستعدادات بتاعته كانت إيه والتأمين كان إيه كل التفاصيل. مشينا خطوة خطوة لحد ما رحنا للحالات بقى في الدول العربية. فكان الحقيقة برنامج وعن هذا التقرير خدتوا الجائزة خدنا الجائزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون سنة 97. ويا رب مزيد من الجوائز والنجاحات يا دكتورة لميا، كل سنة وحضرتك طيبة مرة تانية، وكل يعني الإذاعيين طيبين ودايما بخير، وحضرتك نورتينا. شكرا. كنا سعداء اننا بنحتفل النهارده مع حضرتك ب يعني يوم الاذاعه. حياتك كنت سافرتنا العزيزه النهارده، كل سنه وحياتك طيبه. ودايما يعني شبكه صوت العرب في نماء وتقدم، وتكون دايما الشبكه المفضله لدى المستمعين. كانت معانا مع حضراتكم دكتوره لمياء محمود رئيس شبكه صوت العرب، وذلك احتفالا باليوم العالمي للاذاعه.